ايوه اندرو سيك ايوه بس والله مرحبا بكم، تحية كبيرة لكم وشكرا على حضوركم معنا. هيئة إحياء الذكرى الرابعة لبلحمة 7 مارس ترحب بهذا الجمهور العزيز الكريم الذي افتقدناه في السهرة الأولى، ولكن الليلة يعطيهم الصحة على حضورهم. طبعا خطوا ظروف السمان بلوكي، وإن شاء الله نجاح والتوفيق لكل كلامنا. يعطيكم الصحة ومرحبا بكم، ونحب من خلالكم جمهور الدورة الرابعة لإحياء الملحمة. ورحب بالفنان القدير والكبير سفيان الداهس. هذا العمل هو عمل جماعي وليس عمل فردي، فيه جملة من الفنانين المتألقين، الفنان الكبير سامي المزغني، أيضا الوجه التلفزي والمسرحي المعروف منير العلوي، والممثلة الأنيقة هيفاء دعلاجي. تحية كبيرة لهم، إن شاء الله بتستمتعوا معاهم الليلة في عرض مسرحية بين قوسين. نحب تصفيقة كبيرة كبيرة على أخونا خالد خلال رئيس هذه الفرقة اللي تعبت معانا باش حضرنا هذا العرض. تحية كبيرة لي أخونا خالد. أيضا تحية كبيرة لقوات الأمن والحرس الوطني اللي يسهروا معانا الليلة، الحماية المدنية، الشركة التونسية للكهرباء والغاز، أعوان البلدية، ولو أن البلدية هي اللي تنظم هذه التظاهرة، لكن الأعوان مشكورين، وأيضا السادة المستشارين مشكورين على حضورهم معنا. شكرا لوسائل الإعلام اللي وقفت مختلفة من الفقرات، نحس بهم اليوم نهار تعدي شوية،
الى جانب الفقرات كانت زيارة سيادة الرئيس اللي شرفنا اليوم بحضوره في البنغردان. مرحبا بهم وسائل لكل المحلية والجهوية والوطنية، وان شاء الله يحضروا معنا مؤسسات عالمية لاننا نسعى لتدوير هذه التظاهرة، وان شاء الله تكون تظاهرة دولية فعلا. ما نحبش نطول عليكم باش ننطلقوا بالسهرة. يعطيكم الصحة الحضور، العرض مسرحي وليس موسيقي، نستمتعوا نضحكوا في كنف الاحترام، وشكرا لجمهور بنغردان اللي نعرف ان هو متعود بالاعمال المسرحيه المتميزه ويقدر الفنانين الكل. شكرا لكم على الحضور، شكرا للفرقه على الحضور، شكرا للفنان سوزان الدهش، وان شاء الله نستمتعوا مع بعضنا بهذه المسرحيه اللي هي من دعم وزاره الشؤون الثقافيه، كما السهرات الليليه كل السهرات الفنيه والامسيات الثقافيه كل. شكرا لوزاره الشؤون الثقافيه، شكرا لوزاره الشؤون الشباب والرياضه، شكرا لوزاره السياحه اللي دعمت هذه التظاهره. اذا سهره ممتعه في كنف الاحترام، ونعاود ويعطيكم الصحه وشكرا. اذا الكلمه الطيبه تخترق الفؤاد. لا ننسى ان المتفاعلين مع الهيئه كثر، وبعضهم نستطيع ان نصفهم بجنود الخفاء. نذكر كل اطارات وعملت وموظفي الشركه التونسيه للكهرباء والغاز، ونذكر الاخ مسعود ملاك وهو المسؤول عن هذا المركب الرياضي، وستاتي الفرص تباعا لنتذكر ما نسيناه. شكرا. خاطر ركبت في الكورة طول. Thank you.
فنو هيدا مترسوية الوجدي نستنو في الواحد تلقى السبعين من الركعة فنو 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 يا فنو هركيك هذي تسبيك يا محمد تسبيك يا محمد تسبيك يا محمد تسبيك يا محمد عندنا واحد يسبق يد قدامنا وخرجتني وسع بيك وسع بيك وسع بيك اسمع يا بني احمد يا سخي برا ربي نو برا ربي فنو فنو يا فنو فنو قسما بالله مش نفرق من بعض هذا اليوم هذا فرق يا حبيبي انت بالربع يا حبيبي تعرف اشكال هذه انت تعرف الاشكال هذه يا مان يا دي برا رحم الله شوفي يا يخسر وجهي يخسر وجهي ترى حتى انت حتى انت حتى انت شكون هو الخليقه والله لا انت يا بعد يا حمدي يا بعد الله السبابة ويلو بندية بندية وما تبكيش يا عيني يا هي طب في جه نعم 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 ما غير ما اخي كان مسافر هو عنده بغاجه لا مش نعبي البغاج تحت انت في الجه فنجه تشكو وتعب دعيناه والله هذا جبت فليجه من خلف الشيء قلت لك في امريكا استنى زي الفيزا كارد مش يكتر بالدولارات يحب يشجع الصناعة المحلية هاتا شوف الفيوش يا ذاك الفيوش يا ذاك الفيوش يا الفيزا كارت اصبحت اي نروح للبيت نروح للبيت نروح للتاكسي ستين الف تاكسي سبعين الف ثمانين الف تاكسي ما تحكيش بالدولار بالدولار مية واربعين دولار تاكسي مية واربعين دولار خلنا في التاكسي يزي اقسم بالله تاكسي مش توصل مية واربعين دولار اي لا وسير احنا مين عند الدولار احنا الدينار ولا معاكم صغار قلبي لا لا هات في دولارات هات ورحمة بابا ما توصلش يا بيه دولو ليه جتا يودي كنت في الحبس ليه يعني كنت في الحبس بخي ماني ما حكيتكمش ليه لا جرب جيش جرب جيش مين مين مشيش يا مريكا في نطاق التبادل وتوقع الثقافات في بالي ما يوصل زمن هزة المزوز مش عارفهم بالمزوز التونسي وصلت الغادي نيويورك يا اخي نايه بط في المطار والله في بياي كلها سرق بط المطار السرقين يا ولدي ويش بالفجأة بولس غادي على المصر يا ولدي ما شفتش تروحي يا ولدي شبيكم قالوا لي المزود انا ارهابيه وتسالوا عن غير المزود الله يرحمه نخلو به الفروحات التراث العروسات الشيب وهذا الارهابي ربي
بيك انت قلت له هتلاقى هو ما هو ما يحلج لك يا صغير يا ولدي تشنفيخ اللي كليت عمري ما كليت عيش عمري يا خويا جاني واحد مبرقط جاني واحد مبرقط تبرقيني عرفت عرفت برمي يعرف اذا جيت انا هيك انت لا مش شو هذاك المبرقط اللي تجيبه ازاي ربي تسخلي من قبل جاني واحد مبرقط خسر لي هكا في عيني وصي يا ولدي مش شنو ما فهمني لا يدري لك المزود هاك فقط شنو المزود يا ولدي مزود قلت له بون صحيح ساعات تصير حركة ساعات واحد يضغر واحد ساعات واحد يشربك واحدة ممنوع ما توصلش للنهاية هذيك بربي ويغموا عليا المغرب 25 سنة حبس والحمد لله أمانة فرحان برشا باش اللي ما جيت لتونس حتى احنا فرحانين بيك كي جيت لتونس وسمعت اللي عملت الفورة عملنا ولا عملنا الحمد لله ابعد بعيد بوس من بعيد بقترب فين يضرب من ها ايش فيها الساسي؟ مفاجأة كما احنا عملنا فورة لعبوا يا سيدي يا سبحان الله ما يتزمزم من امريكا زمزم شنو يا ابي زمزم مراسك ان شاء الله ما اسمه هذا؟ ديمقراطية هذيك ديمقراطية لا يسعني ديمقراطية شنو هذيك؟ أنا ضد ديمقراطية تقول ديمقراطية أوريجينال أنا أنت جبت الديمقراطية تصمت بالله العظيم من عين السفيرة نتاع أوباما ليش يا راجل؟ ليش يا راجل؟ رسبان 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 أوه والله العالمين ها؟ كابر أنا تحب عندك فلوس تحب اسمع زيد رسمه زيد زيد اللي هم من هذه هذه ستة شهور كذا يبغى بس 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 أوه والله هي يا سيمون لا وين ساسي وين مش كاري من عندك عن ستة شهور من عندي والله ترى في راحك والله طب شو تقرأ الدار خذها قدو تكتب لي أي عم أنا كراه كذا أنا كراه أنا كراه أنا كراه يا يزيد يزيد تعطيه هذيك أمه في البر يزيد الديمقراطية يا سيدي يا سراو النجم والناس برشا حاجة خلينا حق ستر الله مسؤول علينا اسمعني نعم انا خذيت قرار وانا في امريكا تمشيش تقولوا راهو في امريكا كان في الحبس مش تقولوا شو قولوا حبيباتك قول راهو رجل اعماله كان عنده معناها افكار بالعلم تعرف المثقف انا لا لا تربى في سير الليل هذا هذاك اللي هو مسلم معمول مزوي في ساعه سيدي قال لك راسه قال لك انت قلت له سبحان الله شوف انا قررت مش نولي رئيس برافو اعطيك الصح برافو رئيس عصابة وشركة الحمص في أمريكا عصابة جبت حمدك عصابة لا جامع عصابة رئيس 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 قسم العظم في سبيطار بسبيطارات لا 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 رئيس قسم أمراض النفسية لا لا رئيس قسم الأمراض الجنسية لا لا رئيس قسم أمراض العظم رئيس بلدية لا قطع 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 رئيس شعبة قطع قطع وين رئيس الشعب؟ مازال فما رئيس الشعب طبعا مازال مازال والله مازال مش نحاول رئيس الشعب يتنحى هو رئيس الشعب عجب والله كان نحن رئيس الشعب شكون باش يقود بينا فهمنا من القدام روح نحاول القوادة شو القوادة تحاها تحاكي والصبر الصبر إلى إشعار معاشر الصبر صبر مازال ساعتها أنا جوني أنا قررت باش نولي رئيس رئيس شنو رئيس تحكي له رئيسي والله إلا فهمت رئيسي رئيس جمهوري وهو وزير طرق حبس أثر على مخه بعد عليك بالله عليك بالله تحكي هيك سرير سرير أنا فاتك أنت تحكي سرير مش فاهم شنو ناقصني من حبس حبس الرئيس في الحبوسات ولا رأسه شنو قلت كلامها والله عنده حق في هذه والله عنده حق في هذه يا ولدي ايش يا ولدي هذا اللي حبس مش أثر على رأسه أثر على كل شيء استنى 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 انت عندك بطاقة تعريف تونسية
انت ما عنديش عندي حق اخويا يا حمودي عندي حق والله عندي حق مبروك ليه 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 فهم الشروط الشروط هاي كابين ايش الشروط الشروط الاولين الشرط الاولين الشرط الاولين شو الشرط الاولين مثالي ما تجيش ما تجيش ما تجيش ما تجيش ما تجيش ما تجيش خسارة تلفزيون ما تجيش سمع ما تجيش الشرط الاولاني ما تجيش شنو هو الشرط؟ الشرط الاولاني يلزمك يلزمك تكون تونسي 100% لا لا هنا مش متصرف معاك العطر الا وخر تاني وخر تاني هذوك اسمعني هذاك هذا لا شبيه هذاك يطب العشر الولد هذاك هذا يا عم اللي هو مسلوط معلول شوي ريحته كاع سنات شعر عسيد الجمل هذاك هذاك ان شاء الله تكون جملة قريت وصل تونسي ابي عنجد انا تونسي تونسي ابي عنجد اسمع زيش لي هنا تقول لي لا ابي عنجد خاطر تونسي راهو مش كيفك هكا راه شبيه تونسي تونسي راهو تونسي وليدها انا وليدها تونسي راهو يقولوا كفور ونحبوها راهو ونحن نشدوها هو اللي تونسي يقول لك معايز ولا وتارو راهو تونسي راهو تونسي بالتونسي رحمه ردوا بالك انت رحمه رحمه شو فيها مفيده للكور تونسي تونسي انت جبت تطرب من حجر الاول مبروك لا 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 مازال مازال شرط مازال شرط ما تجيش الشرط الثاني ها شنو يا اوه ضربتني نفس المطر الكلمه الثاني تونسي تونسي الشرط الثاني ها تجيش الثاني يلزمك تكون مسلم لا 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 اله الا الله محمد رسول الله لا خليك يا دي ما عادش تعود اللغه دي ريت هناك ولا هذاك تربى محسن الوين يا عزت الوين بسلوب معلول الاسيدي قولها قولها في البيضه وسخ مني وسخ مني حبل اسيدي رمار يا ودي الريحه نتاعك كي شميتها وقت اللي جاي ذكرني بالسنيو صغير الريحه ولا حتى انا من طرف المطار كل المطار هذيك اللي هو محجر الوالد ومسلم مسلم 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 عبد عجل يا عم مسلم عبد عجل في شوف يا بودي اللي دوره صحيح كؤوس المعدودات وما حملت ايمانكم وما مسلم الحمد لله يا رب خويا مسلم مبروك لا 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 مازال شرط جد امها الشروط اش مازال الشرط الثالث خذ راحتك خذ راحتك عشان الشرط الثالث يلزمك يا سعدي راه والله غير هذه هي الدستور في الدستور احنا نحب الدستور صحيح يلزمك لو مينيموم لو مينيموم 10,000 مواطن تونسي حاملين للجنسيه يزكوك يزكو لا لا تحلق ترى لا 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 خليني نتصرف معاه توخر الثاني امشي وخر من الربع لا شمس هناك او لا يزكوك اللي زعفوك لا 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 هذا كره انت والوالده بتاعكم ولكن معاك بس عليك بس عليك اسمع بس انا احترم راحتك علاش انا مش 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 سيعد مش سيعد يا عيسى لا يزن 10,000 مواد تقول تزكوا يا اخي انت زيت عليهم مش ما يجيب يزكوا هم ها وليو كان لهنا وفما مواطنين من بنكردو يزكوا بابا والله 10,000 يزن يزكوا يشتري كم سيدة هي البلاد انا بعمل الحكايه لازمه مش نبع كلمه يضل يخلي زكوني من جنة تزكوا ونتزكوا كما سكروا كاو كاو يا سل مش نقول لك يا سل بربي لا 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 يا رسول الله سل مسل سل اخرى ويشكل ما ضبيني انت اول واحد زكيني يقعد منها يقعد منها ها لا من شاف لا من سمع وما ضبي 10,000 من طرفك انت كنت تعرف حاجه تعرف من سترونا واسمع راي السطره باهي يا فنون ويزيد كان تلقى 2,000 زياده بوني زيدو زكو ما سال عطهم 10,000 و12,000 كم هاي صاحبي سال ركح لي الامور
حضرنا الاوراق يجيب لي الشخص باسمه بنمره تحت التعريف نتاعو يكتب اسمه يصحح يزكي معناتها يكتب ال يصحح ولا يزكي هي التصحيح هي التزكيه معناها يكتب اسمه ونمره تحت التعريف زكاك باش تولي رئيس باش تحكي انت بالصباح ما فهمتش انا باش تحكي يزكي لما يصحح زكيني 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 اسمع من عند خوك ولاد الجميله ولاد الشوم في ايطاليا عندك 3500 من عندك كادو وراه راجل راه راجل نزيد الرجال 3500 اي نعم عندك 6000 من عندك قد ايه 6000 واحد ميت تونسي ابا عن جد يا ولدي رجوع 6000 واحد باش يزكيك ميتين نتاعنا ميت يزكي تعلمت في الرويق قد ايه سوا تعلمت في الرويق بتاعك انت غبت ياسر في امريكا غبت ياسر شو ميت يزكي هذي يزكي وقزيتك حاجه ميت وينتخب شو ونصب عليه الكلام ميت ويثبت ربك سبحانه سبحانه يبدا يكون راكد على روحه ميت سبحان الله يقوم يثبت الشهريه نتاعو ويرجع يموت واش تطور الامور في تونس؟ تطورت الامور على بالي بالي والله انا بيجي على بالي في ناحيه عمري نخدم ما خدمتش كلام وميت عندي كلام بيت مو ميت توفي ميت والله مشيت يا شيخ في الشهرية مشبودة صرفتها شاري فلوس نتاعي مشبودة جو مالك واللي جا عنده خطية ب 20 دينار لازم تمشي تخلصها الله يرحمه وينعم نتاع كنام بدك أكثر الدواء من اللازم الله يرحمه وينعم لما بربي مش يقول لك أنا طولت ليش نقدم رأيي أنت مزيان اسمعني يا كابل ديك مش نسألك نعم أكرا قاسم زيزي زيزي رقصها شو بعد؟ كيف ولا زافي؟ أنا في أمريكا سمعت بها ولد واصلة ولد في القصر مشيت مشيت سافرت سافرت بعد مشيت هباء منفورة مشيت وين مشيت مشيت سمعت بها زيزي رقصة زيزي إي زيزي 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 تحكم في البلاد هذيك تو زيزي صاحبتي يا ودي ما عادش تقول لي صاحبتي ما عادش تقول لي صاحبتي شنو؟ تيزيزي تحت الزيزي تاعنا وقت اللي تجيني لابارتمون انت دخلني انا وياها شوي هذا الاسكالوب في الحوت واحد استهبط على الاسكالوب يعطيها استهبط خي 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 وين ربي وين؟ هذيك يا زيزي حكومة الظل تاع البلاد زيزي تحط رئيس تحيا رئيس زيزي تحط وزير تحيا وزير زيزي وين مولك وحشتك؟ مولك وحشتك العروبة العروبة والله لا 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 كان يشجع والله مش يمشي شرمي وين ربي وين تو تبدت ياسر هاي اي سيرتو سيرتو زيزي حسن زيزي تعرفها بعد ما عرفت امور الكل تبدت زيزي حسن عرفت تاني زيزي حسن زيزي زيزي ما انا خلاص راسك ما خدت برشا خدت راجل زيزي خدت راجل حاصل والله خدت راجل ايه عرفت انت عرفت عرفت تعرفش راجل شكون في المدرب ما بهيش يعني نعرف عزم نعرف والله منين من شي لكم دارو لسقا داركم دار الوالد بتاعك معناها دار الوالد بتاعكم بالحيط طيب خذت واحد دار ودار على سبين بالحيل. ايه سمحوه بعيد. عجب معليش. يشكل. مش داركم لاصقة مش مبدانا. فما واحدة تسكن جديدة؟ لا. يما تكون خذت زيزي. خذت ال أنا راجل زيزي. عز مخليك. مرا مرا تحط على الجرح يبرا. بإذن الله يبرا. فأنت أقول لك أنت حكاية السكالوب السكالوب والمشي ما بوبوط والبيعمل فيه نعم الله عليك نعم الله عليك مرت راجل ذلك مرت راجل السكالوب والمشويين والبارتمون تو على الشمس طب فاهم فيها الحكاية دي أما أنت صبرت ونلت يرحم ودي وربي عطاك على قد كتف على قد الحمد لله الحمد لله هذيك الحياة شوف اصلا شوف المكتوب شوف المكتوب مصغر اي شوف المكتوب مصغر ما الدور 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 وياخذها سيد الرجال لم فمك على كل حال سامحني ما نجمش نحضر في العرس وقتها اسمع اسمع اما والله حكيت السكالوب والله حتى انا سكت السكالوب لا سكت عليها
هنا نطلع عليك ما تراجل عليك. سامحني يا سي شتلي. نعم. لو كان نتكلم هنا ما دام تعاوني شويه في الحمله الانتخابيه نتاعي. تعاوني 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 كمية يا ودي الدنيا كل عندها في يديها. لم شويه والله حكايه السكالوب بلا سلمت فيك. اعطون فهمك. خلي السكالوب. اي سامحني توا سي فنون بشنو المربوح نتاعنا احنا كي باش ندخلك وتعاونك وهي ها؟ يقول شنو المربوح؟ شنو المربوح؟ يقول شنو المربوح؟ شنو المربوح؟ راك تاخذ المراه مسنكره. ضيق شوي ضيق شوي. مش كنت تسال قدام ال قدام ال ركز ركز زعيم الرجله يا خويا انت قال لي تعطيني انا يشد الحكم من هنا نعطيك اعطيني اعطيني هل يبيع في ليسونس خونتر هو اعطيك كيوسك عندك كيوسك انا عندي كيوسك كيوسك شويه شويه لا شويه كيوسك برك شويه زوز كيوسك زوز 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 شوي 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 في كل ويا يا كاس زيد حلك شوي في كل ما بندي يا كاس زيد حلك شوي نشرب لك انك بتقدرنا باشون يخلي على الروح كل واحد شو هذا نشوى واحد ونشد الرئاسة ونريد الامور وبعد كل تخبيط شو كل شيء ثقه في وثيقه يصير ايوا ما فهمتش انا وانا شاهد وانا شاهد وموثق اي كلمه كلمه نشطبها تتحقق مش ولادك من بعد وحكاية السكالو والله لما جاوا ورحمة المنجي ورحمة المنجي شكون المنجي والله لا 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 سوزي 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 عيوني الغزلان قتلتني عيوني الغزلان يا ماما ماما وبلاش كلام جرحتني عيوني الغزلان يا ماما ماما عيوني عزيزي عيوني الغزلان يا مالا مالا عيوني الغزلان يا عزيزي عيوني الغزلان يا مالا مالا 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 عيا باهي يا باشا الحزامه باردي ما تعطيش عادي مشات الحزامه شنو مشات الحزامه؟ والله نسيت كلام عن الموضوع نتاعي والله نسيتك والله نسيتك نسيت نسيت أو سوني أو سوني عيوني الغزلان قتلتني عيوني الغزلان أمان أمان وبلا دخل راسها تحت السبالة راسها تحت السبالة دخل في حجر راسها تحت السبالة عودي خرج لها راسها تحت السبالة وكلمها لحظة سكرتها تريدي والله سكرتها اطلب على النور الاخر اطلب على النور قداش النور اخر 98 لا 54 418 054 وانت منين تعرف النور بعثت صاحبي خالد كي خويا عملها بيس بزنس والله ما عرفتش انا السكالوب والله حكايه السكالوب هو مسكر هذا زاد عطيه مسكر مكعزل على الاخر تحت السبع سي 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 زيزي دو مينيت المينيت تكون بحديه الكلام اللي هبوه مسلسل اوكي اجي سمعتني فيك انت يا رجال ولا غوره عسوله عيوني الغزلان قتلتني عيوني الغزلان يا مالا مالا وبلاش كلام جرحتني عيوني الغزلان يا مالا مالا توحشت حتى ما توحشتش توحشتك يا محمد هاي سامحة مرقة لاباس شكرا لك انت الله يحفظك لاباس اش قلت لحشت جديد الله يحس بيك في الموضوع نقدم لك لمسكك شوي لمسكك شوي نقدم لك فنون شكون هذا؟ هذايا كي خويا ما نعرفوش هذايا واللي هو صغير وانت ما تعرفنيش تو
مسخره. ما نعرفوش. تعرفوا انت هذا؟ أول مرة نشوفه. أول مرة تشوفه. أول مرة تشوفه. أول مرة تشوفه. هذاك يا سيدي تربى من حجر الوالدة. شد أم الوالدة. هذاك من اللي هو صغير مسلوت معلول. قمنا لا قمنا لا. من اللي هو مسلوت معلول شعره مغوف في ريحته دارسه ناتنا. أي سيدك القملة من جرجيس بن قردة. طلعني. هو قال. شنو رايك فيه؟ في شنو بالضبط؟ كي تخزر له هكا، شنو رايك فيه؟ عزيزي كي نخزر له ما جا شيء، شنو؟ ما جاش شيء. لا لا امسحها فيا ما جاش شيء. امسحها فيا امسحها فيا. امسحها فيا. ريح كلمات. كي تخزر له هكا عندي شيء هيبة، فماش هيبة. لا ما فماش هيبة. شنو ما فماش؟ شنو ما فماش؟ شنو ما فماش؟ لا امسحها فيا امسحها فيا. امسح امسح امسح. عندوش الكاريزما. شوف ترى شوف عزيزي الكاريزما ما يكسبهاش جملة هذا. بالحرام الكاريزما هذه لا يكسبها الله. انت بالحرام لا يكسبها الله. انت اسمع حرام لا يكسبها الله. Yeah.
قسما بالله واحد دفن شيء عزينا ضربوا ثلاثة سوية يا خيال عزينا هذه باش يعجبوا العلم لله نحط لك موزيكا موزيكا في العزينة باهية موزيك دوس اوكي يا كابر اوكي لحظة 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 كان حاطين لهم موزيك دوس هكا هي عزينة شوية ونص عزينة يا لا مات هاي ما وشوش شوية اوكي فنود خليكم على راحتكم خليكم على راحتكم هاي قسما بالله قسما بالله تطلع الباعة فشوش فشوش حمل مسؤولية فشوش انا اللي في كم بس في حاجه نجيب بس ليمون انا نشوفك سته ليمون ولا سته ركح لي الامور كل اسمع من فضلك تقيد بالخطه اللي رسمتها باي شفال اي شيء لي زافيش الحب مطبوعين في البلايص الكل واضح من بالضبط بالجدا واضح اللي في اخر نقطه في البلاي وباي ومين الفلوس تاع الفيش ايش عندك مين هو شوف لي زافيش وش علق كل راه حسابك راهو حسابي انا الفيش ولا شو كل راه حسابك كل 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 تحيرانه تفريغ كل تعاش دي لافيش باش تتعلق بالحيه شي لافيش التصوير الشغل تاعو هو الشغل تاعو مش لازم يكون كل اللي شايل صحيح فهمت يكون على حسابي يكون على حسابي وبعد نعاود فيها من الميزانيه تاع الرئاسه ايش نقول نحبك بالوهره بالوهره وكذا صحيح بالوهره وتحكي بشويه ورد بالك تعطي تصريح لاي وسيله عالميه اوكي العالمين راهم يبدلوا لك ويحرفوا لك الكلام انت بالفعل بتشوتها عند ربي معناها مش تتكلم هكا ولا هكا لا لا ما تتكلمش اصلا وكيل باس فيسبوك بتاعك ده حيالي ما عنديش باس فيسبوك انت مش عارف باس زرق العيون فيها في الكيس دي تاشي ايه قالوا شنو نضيع بها الجر وبرا تلتزم بالقواعد واضح اوكي واضح وتوا كي مشي يدخل على اساس هو رئيس جمهوري زعما زعما ولا ولا يا ولدي مش مازال مش مازال باش يخرجوا نتائج مازال مش تسوية ست شوية هو تو زعما زعما رئيس جمهورية باش من بعد يخرج يعطي الكلمة تاعو يكون رئيس جمهورية على قاعدة واضح 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 مرحبا السيد رئيس الجمهورية أما ما شاء الله عليك يا زيزي في العجينة راك انت تعجبني نتبدل انت تعجبني نتبدل سبحان الله طول حس الرئاسة في هكا في كل بلاصة في كل بلاصة أيوة صح أما بريمون اش بيا كيما ما نشكرش العجنة هاني مش معجبني كيما انت عجنة فنود في البلاصة هاي تفضل مش في عين كده سد بس امشي عادي يا دمو تسمع كيف راسك فوق علي بلا كتافك راسك بلا كتافك سالك برا خصم فوق ومرك واحد هيا شنو يبا مش انت هكا براسي من هنا راسي لازمك تكون منظم عليه ما راسي قدم قدام هاي هاي سيدي هاي شنو قدامك الشعب الكريم هاي لازمك تقنعه لازمك تعطيه الكلمه اللي تحس بالوجدان اسمك تحس بالجيعة مثلا امشي نجم التويكة زعمة قرن فلفل اخضر اي قرن شنو؟ فلفل اخضر صحيح هذا زعمة هذا شنو سيد الرئيس؟ قرن فلفل اخضر هو ما ينزلش تعمل هكا برجو شعبوية يقول شنو هاي تقول لي نسيتو هرك تحمل على راسك ما يسوي راهو غالي متعاملها هذاك يقول احنا مش نفلموا على الشعب. يسبك تفلم. زعما في شيء انت بقرن الفلفل. صح. فلم لو ماكسي قد ما تفلم قد ما الشعب يعبر. سيد الرئيس. فلم. سيد الرئيس تحب مشكيلك بحالي سيد الرئيس. هذا شو سيد الرئيس؟ يا عز الناس ويكتل. خلاو في حب وطيبة. وانا في هالدنيا سواك طالة الغير يعني كيما قاعدين نشوفو ايه يا فلفلي وينك الصادة وينك الكفتاج الكمونية جي فوف الكمونية جي شو نقاسي وينك الكمونية في المقرونة بالصلصة وينك المقر؟ كتابو فلفل في المقرونة بالصلصة؟ موجي مقلي من فوق مقلي اه يا ده مقلي من فوق ما عارف في المقرونة بالصلصة اه لا ارجع رجعتك يا
يا عزينا الهز أجدتي حبي والتيبة برافو برافو يا لامي سيبون خفي دمعتي لسي عاد هو الرئيس سيبة هي هذا صحيح صحيح كيف العلوم ميسيرس ميسيرس بل أقرأ لي زيزي اسمعني تو باش نحكيو على شعار الحملة الانتخابية نتاعك شعارنا صحيح يعطيك الصحة عندنا شعار اه بلى وطبيعة عندك شعار شعارك هو الفنارة مش طعمين اشتي انا جد والديك هنا يلوج عليها نقول وينين فرد هل يزيد انا ضمي ولدي مش فنارة امك هذيك الفنارة هذيك اللي شنو ترمز لامي الا امك امك وامك من الكل امك شكون مالها امك وامك من الكل والمراه اي مراه تونسيه كادحه 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 تخدم على روحها ها ايه هيك مش يا عزيزي اركب الحدث يا عزيزي ابعد شلون هذا وشلون انت شكون انت شو بس كل البلاد الرئيس الرئيس شو اللي بدك تعمل شلون يزك تضرب لحنا بايا شريك فارغ هذه شو ترمز قالت لك انسى انسى شكون اللي يقوموا على سته بتاع السلاح يمشوا يخدموا يمشوا على الصعود باش يجيبوا الخبزه من الناس اللي راكبه في الديار مشاو شو طلعوا بالكميونه كلمة سيرية بالكميونة الله يرحمه ونعمه احنا شو يزلنا نعمل يزلنا نركو على الحدث يزلنا الناس تصدقنا نحن نبكيو عليهم احنا سياسيين نحن نضربوا في بيتك يلزم الناس تصدق اركب على الحدث اركب على الحدث يا رسول الله اركب على الحدث صدق يا ولدي ضم الحدث اركب على الحدث اركب ترى شد ضمه يا الله مبروك يا رب يا الله مبروك المخ طويل المخ طويل معناتها مظاهرة يلزمنا نعملوا لهم حل شعبوية النساء يلزمنا نخدموهم رش الشعب رش قد ما ترش الشعبوية قد ما بين فهمت ولا تسكت يا سيدي هذا بعد علي بعد المصري ما نجمش نمشي يوم بعدين نجمش نمشي جبلوا فيني دمعة 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 حتى ما عندكش تنزيدوها بلا افترفات من بعد مش مش صحيح صحيح ايوه صافي 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 قلب بابا
تخافش ولا يا مراد كيف بسرعه شو بدك بس بدك بس ما نش يعني يزبك تترخف روحك بعد ساعه قد ترخف قد الشعب ارخف له ماكسيموم الشعب يحب العيس المرخوفه ما ارخف لازم هذه صحيح مرخوف مرخوف له ماكسيموم الشعب كيف يجيك ثقه يزبك تترخف معاه ارخف هاي ارخف كل الشعب هاي ايوه الشعب يا عصوني محليكم محليكم شعبي شعبي يا ولاد زيت الزيتونة الله صلي عليه برافو صحيح ولاد النخلة لادني لادني ولاد اللادني لنزاصة لنزاصة يا ولاد لنزاصة تعال كلمتك تعال كلمتك تعال كلمتك الله ينعاون فيك نزاصة احنا عندنا نزاصة عندنا شوية شوية كاعطين كذا كاعطين كذا نتكلم عليهم شعبة ما نتكلمش عليهم نحن نحن نزاصة نحن نزاصة وكل نحن لنزاصة يا ولاد ادخل في التاريخ هنا تاريخ هنا تاريخ يا ولاد الصحراء صحيح يا ولاد الجمل والنادى جبل جمال والنادى هيا قولوا يا خير هيا يوم الجمال والنادى جمال وكذا لا 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 وذا ولاد الجبل الجبل والنقر والخضارة ولاد الجبل يا خير ولاد الصحراء يا الغابة ولاد الغابة النهر النهر ولاد النهر والمستنقع والمس نهر مستنقع صغير ما نهر صوت جاد حتى بالخطابة المستنقع حبيت نعاون سيد الرئيس حبيت نعاون بالمستنقع تعاوني أنا شو تدخل التاريخ أنا أدخل التاريخ ولاد عليسة فريدي يا ولد الكافلة صغير يا ولد مفيدة صغير أنا مفيدة شخصت صدوة دي رمي شخصتوني كان سباح مريض كل يا ولد مفيدة فما شو ستفاني توقتوا توا جلسة ستفاني أمشي أوعد هاي أوعد 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 وعد انت وعد الشعب اعطي وعد الشعب انت وعد الشعب انا في وعد انت وعدكم قول اعيدكم اعيدكم الشعب اعيدكم صحيح اعيدكم صحيح اعيدكم بمستقبل زاهر وباهر وعمر عمرو البحر يا بيه سيدي اول واحد ابتكر الحركه في تونس عمرو شكون قال يعرف وقتها عمرو هو اللي عمل اول سقف حركه بالمناسبه هذه نحب نعمل معهد اعلى الحركه وكليه علوم الحركه ليسي 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 ولسي الحركه مدرسه ابتدائيه ومدرسه ونوعدكم ان شاء الله خمس سنين الاولانيين باش نحرك 50% من الشعب التونسي وال 50% الاخرين ان شاء الله بعد خمس سنين وهكا الحق نسبة الحركة 100% وقتها انا نشد رئيس على شو نشد على العيزة اي اختمي اختمي سكر ايه سكر شو سكر ايه سكر ايه اختم البيان اختم البيان اختم البيان اختم البيان اختم بو هذا وعدي لكم هذا الشعب هذا وعدي لكم والله على ما اقول شهيد
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برافو سيد رئيس، مبروك 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 سيد رئيس، مبروك سيد رئيس، مبروك يا ولد حوتي، يا ولد حوتي مبروك يا ولد حوتي. عايش الله يحميك يا سيد الرئيس. مبروك لا 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 رئيس بخش عليك. اي تفضل. اي 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 تفضل يا سيد الرئيس. شو الهم هذا؟ شو الهم هذا؟ كم وين تبدو كم تبدو 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 ها وسوزا وين ها وسوزا ها وسوزا شو تعملوا وين ها وسوزا ها وسوزا ها وسيب فون نتاع الانتخابات هذا ها السيد به ها شكون الاول؟ تحكي بجد ولا باهي ال باهي ال اوكي 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 جاوب به جاوب به جاوب ربح بكشكش هذا ولا ربح. أما شو أبو قلب أبو قلب يا أبو قلب قدش ناربة قدش مش الموت أنت اللي ترشحوا عندك مش في موت اللي تحبوا عاد جو أحلى جو هاي بس حذرين أمور كل حذرين أمور كل هاي زيس هاي زيس تامنا حضري هاي وين 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 مراسم الكل مراسم الكل دورة من انت سعي كل يجي من هنا حياسة وكل شيء سعي سيد رئيس جي هاي سيد رئيس جي ها نعم ني ولا مصنع حضرت الدنيا ولا ميكرو بنمشي اه يمشي يمشي يلا بس حضرتي حطي اسمع بس بعدك طبال قطنا نعم طبال قطنا حطي في منها كان طبال قطنا كان طبال قطنا حتى نوصل القصص احنا وش ميزه عندك توصل يا ولدي عندك توصل رغم الكراهه بالمراسم والعن عن الدنيا كلها هاي هاي وين هو وين هو وين وين هاجي 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 تشيك اللبلابي طريقه على صفحه البلاد يا ولدي حاله حليله مرحبا بالسيد رئيس الجمهوريه سيد رئيس الجمهوريه يتقدم رويدا رويدا لا لا شوفي شوفي ايش دخل شيل من روحك كيف تروحك رئيسي اسمع كلمتي مش هفني والله نريد نعملوا فرقه كيف فيك انت زيد كرهت الرئاسة حسبها غادي سيد كرهت شنيه كرهت الرئاسة والله مش مطرد هذا علاش انا حمالي انا والحومه الشعبيه مانيش كان على رجليا قوي اسمع 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 على رجلك رئاسة قول كلام قول لا ودي اقرب يا سيدي لا تقرب بعيد برشا شنو هاي بعيد برشا قداش بعيد 570 بالضبط كيلومتر ملمتر ولا يمكن هما شي 700 اي مره دبر انا صافي بلاي رئيس جمهورية في السابا عايش انا حميني حميني لا حميني هاي سيدي وقت الوقت برش شوف برا برا وقت الوقت ازيز علي رزيز شو هذا يهز معاك لمجة دايما لمجة انت ليش المقصر وهز لمجة ايش كيف مش تقبلني انت انا كل شو عندي انا اس اس يسمموني سمموك زد عليك بيجي رئيس شوف صوت شوف صوت وين وين كبير وين وين رئيس وين انت في وين من تاني جد شان شان يعني بلاي وخر بس يسكو خرتي وخر وجه اللي يجي يا سيدي يا معاك يا يسكسك يا زين يسكسك يا زين يسكسك يا زين يسكسك هذايا في اقرب وقت تتصرف معاه يا سيد الرئيس هذا يزقزقك كلمني كلمني المرور شكون مرور مرور كلمني المرور المرور وقفك في المدخل تم استنى اه تركتور حطك في تركتور لا تركتور يركب في تركتور ولا اي تعرف كيفاش هاي اي على رجليك على رجليك على رجليك هروي هروي على البريك وين غنمشي الله لا تنفع كلك بارك لا في عيد ولا في عاشوره هجري الله لا تنفع كان ها كره الرئاسه خلاها يمشي ودقدق اخي الشوارع اش ماك من فرغ اخي وين الشعب سيد الرئيس الشوارع راهو فرغناهم على خاطر سيادتك لا تنفعني هجري في الواقع سيد الرئيس احنا خايفين عليك من ارهاب ارهاب نايم في الحكومه وعندي ارهاب عالم طيش عن المزن والله طيش طبعا المزن كيف كيف مش دخل ليه يا حكومة وعندي لها والله ناي ولا
قلت لك والله لو كان جيت الرهادي لو كان جيت الرهادي في حلقوتي لما جيت من ساقيه من نطعك شد رجلين شد عزيزي لا لا جيت مش فاهم شد انت رجلين اشبش هاك انت اشبش اعطيك اشبش وين ضربته وين ضربته شعمال فين ضربته في الزوج دول السيستم الله يا ربي الله يا ربي ما نتخيلوش انا وين نعرف عليه عامل ما نقدرش اللي يعمل زبدوه في زمن نفس الله يفرق بوه ان شاء الله لا علينا لا علينا لا علينا اي زمن اي زمن هاي الفله دخل ديرك القصر ايش بارك امسح حالك مش هذه الاخرى الاخرى المغادرة مش هذيك المغادرة مش هذيك هذيك يمشي تريبيا باه ومستقبل حضر لي الفرق حضر لي كل حاضر حاضر ومستقبل فخامة رئيس الجمهورية اهلا بالوفود اهلا بالزعماء اهلا اهلا بالملوك اهلا بالصحافة العالمية مرحبا برئيس الموزمبيق الشقيقة سيد رئيس موزمبيق موزمبيقي يا موزمبيقي بعد ما صاحب البلاد اسمعني راهو العالم الكل يتفرج فيك تو ما تحشرتيش شوية وهرة يلا نقول وهرة انا في استقبال فخامة رئيس الجمهورية رئيس كرواتيا الصديقة شو سرد هنا يجي يجي سرد هنا وتقول لي وخروا ذبل برافو سيدي الرئيس شكرا بعد هذه الوصلة الموسيقية لسيادة رئيس الجمهورية شكرا شكرا رئيسة البرازيل إني نايلت جدوة ونايلت بيوجة سيطان وبعد هذه المسحة ملك الهند الصديق وبعد هذه المسحة شابة اي سيدي حاضر تنصيب السيد الرئيس فرق كل حاجة طب القرق ايجي من هنا ايجي من هنا صحيح لم سوتي اوين يا اشتر لم سوتي اوين لم سوتي اوين لم سوتي لم سوتي اوين نعم نعم خويا طب بقى مش بيه طب نعم هنقول هنقول سيد الرئيس وي الزكاكري انت عطب دور القرق جايبك بدون لجي ما طلع عليك رئيس انا هاو جايبك بدون لجي ما يطرحون ما يجيبني من أمه قولي دور من تاني ليس من جميل ليس من هاي سيدي مازورات تجيو واحدة الطباب مازورات لا 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 مازورات خليه بحاجة بحاجة على المزودية مازورات تجيو من هنا تجيو المزودية نعم بالله لو حل علينا باب بالله اه المزودي جايب لك الطباب صحمر من الفريشة إيمان الله عليك يوم لا ينفع مال ولا بالون باردين ولا باردين قولي دورة من تلك. أي جماعة سكاكي من هنا. أي جماعة سكاكي.
صحيح صحيح. أي سيدي نبدأ؟ حاضر الاستقبال وحاضر تنصيب السيد رئيس الجمهورية. استغفار استقبال استغفار. تباطرنا يحتفل بسيادة رئيس الجمهورية. بل فليتفضل مشكورا. عاقل سيد رئيس. اوكي. وزير الثقافة يقول فيها وي وي سيد وزير عالقلي عالقلي لا لا متعلقش عالقلي عالقلي متعلقش كلمو عربي نعبي علي علق كلمو وي سيد وزير مش يغني ليلة والله حنا عنا عنا سيد وزير احنا تكون سيد رئيس لنا باه يبعث وي يبعث سيد رئيس سيد وزير معناتها قال لك عندي ستاري يحب يغني لك في التنصيب هاي مالي خلي يغني ابعث اي ابعث ابعث مين هذا ستاري يمشي غني تفضل جوك على جوك يس 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 محمد مستقبل بس تو شغل النادي الصحفي راهو عنده نادي صحفي اوكي جوك احنا جوك 7-3 خلاص باسم رئاسه الجمهوريه تتكلم سيد الرئيس سخن القصه المتواضعه برستيج راسم راسك فوق عليك بالدابك سلك برا سلك قدام سلك ثاني يدك فوق اوكي شكرا مرحبا بالسيد رئيس الجمهوريه يتقدم سياده رئيس الجمهوريه الشعب الكل جاني لا لا سيد الرئيس هذوما اللي يخدموا على سيادتك في القصر سيد الرئيس هم كل يخدموا في القصر بيان سور ويعصوا ها بالدولار يخلصوا
شوني هذا اللي نقول ميزانيه مجد وشكون هذول اللي لابسين بلاك يقولوا لي اللي بلاك هذوك الوزره نتاع السياسه سيد الرئيس هاو كل وزره ويخلصوا بيصير يخلصوا وعندهم كرابين كرابين سام كرابين صغار بخلاف الليسونس بخلاف الديار بخلاف كل شيء تسين بقى مليار ونص وزره اقل منها هاي تعرف كيفاش كيفاش ما هم يحبوا يخدموا الوزره حبوا اي سي دي ابعثهم للمناطق المحرومه اوكي اوكي اي سي دي سيد الوزراء من ظلكم كل واحد يهز الكهرباء نتاعو يهز الكهرباء 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 ما شنو نقل ريفي شو نقل ريفي كهرباء الكهرباء كل حي نقل ريفي بلا ما بغيتو سيد الوزراء الكلاب خليه مع الجف كل واحد يطلع في نقل ريفي معناتها يقعد مرتاح وحده مع الشوفور شو نقل ريفي وحده مالناش سهل سيد الرئيس الكل على راسهم دقهم في نقل ريفي امشي الوزراء الكل كان يجي 60 دق جدهم غادي اي سيد الوزراء الكل في نقل ريفي برك شو عمل لك المدار نط حتى ارتفع وزير وزير التجهيز البيع البيع لزمك لزمك هاي الكل البيع البيع نسمه في البيع البيع يا اخي شو عملت لنا البخاره قلت لنا ودير حبوك بلا طيش ألف رز الاجتماعية راح تشوف زاد رز بزاف بالصحة جيب الديك بيعمل من هنا خلي بزاف الشباب تاعنا صاحبنا هذاك صحيح صح شكون الناس خشمة لا هذيك ما تكلموش سيد الرئيس لا لا شكون شوية هذيك لا لا نعم هذا ما يدخل في أي حاجة لحظة ليه لحظة سيد الرئيس ليه لحظة سمعت نعم مدام نعم نعم شو نقول سيد الرئيس وي وزيرة السياحة شبه قالت لك المناطق الداخلية ما فيهاش بحر وهي سيدات حتى تعمل برونزاج اسمعني يا شيخ ابو فهمي تحب انت تبرازي اعطى انا بس بيك قصرين دارجين استزرادي اطعي امشي وانا ارجي 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 وشكون هذا قلت لك مبخل وعيط علينا هذاك ما تكلموش شكون بشوي ما تكلموش لا لا هذاك انا يا سيد الرئيس شكون هو هذاك وزير الداخليه هزج 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 كل مولود في شعر هرب هرب ديما هرب هرب من راغم يا ودي عيسى يا ودي راك رئيس بحثي تشبيه تكلموش باش تكلموش علاش؟ رشاشي انا رشاشي انت راك رئيس جمهورية يا رئيس جمهورية رشاشي من شنو انت؟ رشاشي عن نفقة يا ودي انا نفقة كنت معرس اصلا مانيش معرس والله ما نعرفش شو نعرف اي نبعث مع مناطق داخلية لا لا خليك نروح عقدة لا عقدة لا اي شنو؟ هذاك الامن والامن اي شو عملوا له معناها؟ خليه يخدم يخدم هنا اوكي كهربته هو نزل كهربته انا مش حل اعطيه كهربته اوكي اوكي وعندي بس بس تحت يدك بس بالوين اقبلها ما مش يفك وينه بس كسك فك وينه اعطيه كسك اعطيه كسك زدت باهي اوكي اوكي فارس يا دريس فضل سامحني شكون لابسين بلا بلا هذوك الطباخه نتاع سياسك سيد الرئيس بالله هذوك كل طباخه بيان سور خي وكيل ليش انا مش عجيب يا مين طباخه مش تعمل ترى زي ما تقول لي تنزلكم معارفكم وخذوها بلاي اي سيد لا يا سيد الرئيس كم شو تريد من الكل البطاطا شكون مش كسرها الطماط شكون مش قصه البقوس شكون مش قصه شكون مش قصه الغلة شكون مش عامل لك شنو انت مش عندك بطاطا اكثر انا قصر البطاطا معناها مش عندك بطاطا والله الا فهمت روح اشتغل انا في القصر اوكي 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 ولا اوزر انا شكون هي المرأة تعيش هي هذيك فاندوش يا سيد الرئيس واخا كلبة لا لا فاندوش يا هذيك معناتها اللي يهتم بالكلاب حاجة ما يسمع في القصر صراحة ما عندك كيف تخسرها بدينا بجرو وجرو يا سيد الرئيس وربي اعطى خيره الحمد لله وسامحني تقول لازمين وما تخسرها بيان سور شكون تنفع ونبيع حزب منه بيان سور انت شو عندك مطعم انا ننبع انت شو عندك مطعم انا نقشر بطاطا وننبع معناها شنو بها رو اش في راسك رو رو وشكون هذه هذه زاد لا 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 فام دوزو هذيك عاد شنو هذه زاد فام دوزو لا يا بلا صفرة بدينا بزرزور وزرزورة وربي عطا خير الله ديما ربي عطا خير في الزرزور الحمد لله ترى سيد رئيس نشريو الزيوان للعصافرة برك جيب 100,000 دولار في الشهر زيوان زيوان اي من فين اي مدام اي عصافرة كل بيل بيدا هاتي زيوان اوكي اي مدام هز معك شارك زيوان اي هز خلي الزيوان غادي فعلوا بيه نفذ الضمع هدني قادمين على أزمة ما تعرفش هو كل نجم ناكل الزوال ما يا سيد الرئيس أوكي 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 وين العصافة غير في القصر زوال شعروا بيه محل بيش يزقسكوا سيد الرئيس زقسكوا ايه يعني شو زقزق سيد شو كيف ما تعمل ما تقشر البطاطا نمبح وزقزق شو فيها زيو 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 سكتش
رفض لي هذا شكون؟ لا لا هذاك ما تكلموش عاد، لا هذاك سلفوه هذاك لا. بوكا لا لا بابا هذاك الخير والبركة بتاع البلاد هذاك. شو الله ولا سيدي بوسعيد؟ لا لا سيدي بوسعيد، هذاك السيد مفتي الجمهورية. أي عاد أي عاد احترم نفسك عاد. لا والله لا احترم نفسك. لا والله مش على حرية. نعم. شو تضحك شو يضحك؟ والله لا والله لا والله لا والله قدروا نحترمه كذا. إي أما برأيك شو نفسه فان الهلال عنده حاجه يعملها يعني هو انا في بالي لا في بالي في بالي في بالي والعلم لله بعد يعني اخي رجل كبير كما هكا جيبوا فيه انت ولا هو مطيش وخسر هكذا وماشي هاو جاي هاو ماشي مو جيبوه قبل رمضان بيانات شوف الهلال وقبل العيد بيانات شوف الهلال مرتاح والواحد شوف فيه هو الهلال ما شكون يشوف شكون زال يشوف هو والله العظيم عشان تشوفوا شنو الهلال عندك ما تعمل انا نشوف الهلال نطلع نشوف الهلال نهبط ننبح نزقزق كسر البطاطا ونطلع نشوف الهلال ننبح نزقزق شوف الهلال ما عرفش فيه شو قال اوكي انا والله نطلع نشوف بال لا 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 قصر حلال يلزم تنظيفه يلزم تفضل اعمل لي بلاغ لواحد انا نحب نستقبل الشعب نتاعي الكل بالواحد بالواحد القصر باش هو يحكي لي مشاكله اوكي فانا بعتلم العمد والمعتمدين لا شوف لي لا لا معتمدين بلاغ انا قال حد نسمع شعبي حب شعبي يقابلني فصفات ويقول لي يا سيد الرئيس لو انا بيا وعليا وكذا ونعمل الحب حتى واسطه الشعب يقول لي جيني نقصر بالواحد 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 12 مليون ايش فيه؟ كان كل مواطن تقعد معه خمس دقائق هكا هو تحب لك على الاقل 60 سنه وانت تسمع فيهم انت راك تبقى رئيس خمس سنين هكا هو ولا ناوي تزيد سيادتك ولا شوف 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 المناوئين هم من الذين يكرهوا تونس ويكرهوا نجاحاتها هم من يحطوا راسها في العجله اللغه الخشبيه اي باهي مش تسمعها ما تقدرش تخلي لها مشاكلك خلي اسمعها من الساعه بعد عقلي اوكي اوكي اعمل بلاغ ابتوا لي بلاغ كيف صحيح هبت في البلايص الكل صحيح اسمع اصبر ما حكي لنا ميكرويف راه سمع ها والشعب سمع بالحكايه ها هما مصفوف قدام القصر وصلوا وصلوا هي هي ها ها يعيط ارجع تاني ارجع تاني يا معلم انت تعطى الطعم انت مطيطين راه شو هو مطيطين وانت تعطى الطعم ايش 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 وانت مضطر والله وانت مضطر ليش بدو متت على تعطى الطعم احنا نستنى من تدير السيد الرئيس سيد الرئيس وسع لي بالك هذا يا مواد اسمع تبعنا ولا تبع شكون؟ يا ودي ما تبعنا وما تتعب تاع الصباح هنا واقفين لا تبدو لا تبدو دم لا تبدو لا تبدو يا سيد الرئيس السلام عليكم وعليكم وعليكم السلام تفضل في حالك يا سيد الرئيس الحمد لله يا ربي الحمد لله احنا رانا موجودين على الكرسي هذا من اجل الشعب وخدمة الشعب وباش نعينوا الشعب يا سيد الرئيس قل لي شو اسمك؟ اسمي مفتاح شتخدم يا مفتاح؟ نخدم على التاج وقتاش تحس يا مفتاح؟ نقعد شوية بالليل وشوية بالنهار سيد الرئيس شنو مشكلتك يا مفتاح؟ والله محسوب يا سيد الرئيس عندي 10 دقائق وقتاش جبتهم يا مفتاح؟ جبت شوية بالليل وشوية بالنهار سيد الرئيس معقول شنو مشكلتك؟ عارفين شنو مشكلتك؟ محسوبة عندي داري محسوبة تاج بالتاج عندك دارك فيها اساس يا يا داري 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 راجل تلاقم جارك جارك داري محتوب بالتاج بالتاج سلف سلف محتوب بالتغار وتغار صار الغار معكتو معك ماسك ماسك كلبي 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 جاش 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 دار وداري هاي شن هو دار شنو هو يا بعد لخص لي ايه شمي دارك هاي تيد الرئيس بيت بيت على طابة يا كابل لقني وين جابوا تحقيقنا وقتل يا صابي يا بعد لحظة انا رجعوك فين تعمل يا تيد الرئيس على يدو انت رؤساء تفضل اعطيني شوي اعطيني شوي تعالوا اعطيني شوي هاي تدري تعالوا رؤساء قلت له باهي كيفاش عاودني شنو شفتك؟ قلت لك محتوم عندي داري تك بتك تك بتك صغار 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 معتو 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 قلبو 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 يا ولدي اش بيه جارك يا مرتاح؟ وابي ودع بالك يا تدري يا مرتاح يا مرتاح فين تعمل يا تدري؟ اش عندك في بوي؟ هاتي شوي اعطيني شنو شفتك؟ محتوب داري التك بالتك هو هلا جاري التك بالتك تك 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 يا تابل يا تابل يا تابل ايش عندك عطب ايش عندك يا تب تك 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 في راتب بالحرام وسع بك وسع بك وسع بك وسع بك شوية تحكي مع سيد الرئيس
في شو غطخت يا رشوي سوا غطخت لكوني يصل فهمت شعب شعبي أبي تعدك عطب بس شوي هاي هاي بفضل فيه شفيك سيدري شفيك سيدري شوف الشي حد هذا فضل انت شو وسع بالك انت يا دري هاي وسع بالك انت وسع شو سمك ربي بالله يا دريني عرفتك وانت قاعد فترة براهو طب تشوف تعمل لي لا تتعرفني اه لا تتعرفني اسمع سيدري ليش ليش خلاتني ومن يجي لا عرفني سي وسع طب عرفتك اسمع شو اسمك انت شو اسمك هيك من مفتاح شو مشكلتك يا مفتاح بالله سامحني لحظة يا ودي ما سامحكش شو مشكلتك وكنت محسوب عندي داري اي تك بتك تلب وتلب تلب وتلب ماسك ومحك تلب وحطب بتاعه مش ايه يا سيدريس ريت التلبات ولا ايه مش عندك الاداري كده زي ما قلت تيجي تقوم السباح تمشي جارك تقول له والله مطلي على النبي هي هي تتحرك هي النت اللي عند المخاخ هي النت اللي ينطق فيه صحيح هي النت اللي العلماء صحيح انت انت نبيني نبيني وسع بالك سيدريس وسع بالك سيدريس خرج علي خلي نقطة انت اللي متعلق انت هاي 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 انت هاي شوية انت عندك عطب بابي عطب اخر شيء اخر شيء الصخفة هذا شو سيدريس وسع بالك مع شعبك ها شو الشعب علي هذا الصخفة هذا هو يا سيد الرئيس ماليش نوع عاد مش كنت سهل ياسر عاد سيد الرئيس شو مش كنت هو شي مش كنت عنده دار وتات بالتات كلبه كلبه بالله يفتح عليك كلبه كلبه ماكي ماكي هاي شوف اللي بعد ماكيني اللي بعد هاتيك اللي بعد هاي يا اخوي هاي 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 زلتي هاي هاي زلتي هاي معلم هاي زلتي هاي زلتي بغادي سيد الرئيس اشوف هاي هم هذا برسل يدني السلام عليكم سيد الرئيس وعليكم السلام سي أهوالك سيد الرئيس والله أنا حد الآن أنا بشوفش برجع نقولك لباسة الله يمريض شوي سيد الرئيس إيه توصل حالتك هذه لو تمشي تشوف لها كليب رأي لا مشيف الطبيب قال لي برا للرئيس سيد الرئيس علاك يبز قول لي ليه شبيك عندك شبيك لباسة سيد الرئيس محسوب تخدم شخص نخدم جلات جلات تخدم في البندير ولا لا 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 جلات جلات اللي مشيت وشربت فهمتك 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 حتى منظرك مش غريب علي هذول تعديت على يديك انا بوه شوف يا ولدي احنا توا رانا في دوله ديمقراطيه مبنيه على اساس التعاون والتواصل والتحابب بين فئات الشعب الكل والامن والمواطن في علاقه متواصله من الحب والحنان يا سيد الرئيس هي اختصر لي شويه انا المرض زاد علي شويه شو المطلوب مني انا المطلوب تعطيني واحد ولا اثنين ولا ثلاثه من الشعب ان شاء الله بقهم يدي ترتاح سيد الرئيس بالله انا اعطيك شعب يخلصكم انا اعطيك شعب يخلصكم يا حتى انا واحد من الشعب سيد الرئيس ما هو حبيبي واحد من الشعب انا شو البقني انا لا حاشا وكل سيد لا 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 حاشا وكل سيد انا كروت الشعب ظهري الشعب ودي ماشي تفضل سيد الرئيس الشعب سامحني عاد سيد الرئيس رئيسي خلينا نروح رئيسا يرحم ولدي واو 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 يس 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 الله يرحم ولديك سيد الرئيس فوه على الديمقراطيه من تبطوها بارك الله فيك سيد الرئيس غير مزيه ما غير مزيه يا رحم بيك سيد الرئيس احنا كما قلت لك احنا موجودين هنا خدمه الشعب خدمه الشعب لك بارك الله فيك ايوه حساس تحس راحتك ولا بس انا راك شوف نقص شويه نقص شنو شويه استرخى هي على قاعده شوي صديقه نرجعوا وين كنا عايش تعيس سيد الرئيس سامحنا عاد سيد الرئيس سامحنا عاد تفضل باي شيء الله يرحم والديك سيد الرئيس الله يرحم والديك هاي الرؤساء هاي الزعماء الزعماء شكرا فيها عايش عايش ديك شد حس روح التاوي سارق العادة هاي غير الحمد لله الحمد لله وقسنا الزارق لا تفعل يا نصر ما مغير ما تجيني فرنسي كان من الدار هاي لا لا نخليك عايش هاي لا لقى لا لقى عايش عايش يا كب أنا أول كب ساعتك يا كب يا سيد رئيس يا شو مش فيه كب مش شعب كل خلاص دي كهابة بزير فما ستة كيف وراء لا 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 فريقك شو صار فيه؟ شو هو الشعب يعمل لي شو فيه؟ هذاك الشعب
ماذا لي أنفع أرجع أنت يا أرجع خويا وخطير يجي أنت فتاة جبيتوا للسلوة هاي مدعا ما أدوست عبيرك عادي أخذتونا على مصالحنا هاي مدعا هاي مدعا تفضل من لحالة عسولة سيد الرئيس وي حنينة أنا متغشى عليك عجب فما تغشى على رئيس ديمقراطي كيفي كنا ساعة قلنا جينا رئيس ديمقراطي كيما تقول أنت لا لا كان بحلاي مواطن صالح يا ربي ما يصلح لا ما كان عمل لي مساج ما يخرج في الصنع احنا قلنا جينا رئيس ديمقراطي عايشة جونتي ميرسي تقوم تسكرنا برويتنا لا يسكرتك بيرويتهم لا ما نشكون سكرنا بيرويتهم ورحمة الضابة اللي سكرت بيرويتهم لما سكرنا الجلغة الدعوة شكرا دي سمحني نخدم كيفك كيف نخدم في الشعب صار زميلة كيف يا رئيسة إينا موفة لدى الدولة بربي أبروبو قل لي سكرنا لما زلت شديد الشهية قديش شهريتنا دوبل شهريتك خمسة مرات عجب والله ما لقانا على حلاوتك مش نعطيك دي رواف القصر بالحق بتاخد مهنة عايزك سيد الرئيس نحكي انا الرؤساء رانا تعبين يا سيد الرئيس ما نحكي لكش قديش خدمة الشعب تعب شو تعب شو تعب اسمي انا تو كان عندي مواطن مش تعبني سيكني يا يا شبي يا فرس أبا أبا لحظة كيفاش قدر ما تحبش بعد تجي تخدم معنا خدمني راه عمل لي دورة كيف الدورة من يجيبهم من أمريكا من دول فما هو باللي حبيت تخدم معنا أنت ما تنجمش تخدم معنا الله يرحم والديك يا أبا المدموزيل اللي اعتقد الوقت صار قلت تخمى راح أبا يسي مقام التحليات أبا بيو إيه إيه إحنا مش نخمو معها بعد بعد من خمس سنين أبو ما بعد مش نخمو معها بعد عايشة عايشة قالوا بعد خمس سنين أكيد باي باي طب صار مطلع أنا أي في زيارة مفاجأة أنا كار رئيس ديما يعمل زيارة مفاجأة وين ماشي يا في شيء قالك يا أبا شو اللي أبي إيه هو معلم ما صحيح دني صحيح دني صحيح دني صحيح وين بعرف المرأة هذيك ودي مرأة هذيك زميلة رئيسة تخدم في الشعب تخدم في الشعب عطيتها بالوقت في القصر تخدم مع روحها في القصر ها يا أبو جاي في القصر هذيك تخدم تعالوا مش تخدم ولا هذيك موظفة لدى الدولة بالله وقال لي ليدي حتى تخدم معها هذيك حتى تعرف تخدم أنا والله مش مدخلني أنا معلم شو نخدم هذيك تصور في البكر هذيك تصور هذيك تعرف هذيك تصور 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 المدام اللي بعثتها للتور حليها دي الوقت وتدخل عليها في الشعب الكل اللي يطلقوا شيء جديد مش يقول طبعا اتفضل في صدقني يا كبل اخي وين الشعب اللي عالي وين الشعب الزوال وين الشعب اللي ما عندوش وين الشعب اللي تعبش مين مجنونين يشوف السيد الرئيس ما يشوف تعرف عليه خاطر انت وانا واستني وزيزي ما حبيناش تفهم والله يا سيد الرئيس انا حل بنيت بكين تحب تتوج على الناس اللي تجيك سيد الرئيس المحتاج والزوال والعريان واللي عنده خمسه في الدار يا خلاه وما يجيش يمدد ويقول لك يا كريم انت علق المرأة المسكينة اللي تقوم بالجاري بالسرجة تخدم على روحها واستلقت خبزة صغيرة ما تجيش تقول لك يا كريم انت علق المرأة اللي هزت ولدها وكفلته في علم وربته تحت التراب ما يجيش تجي وتقول لك اليوم اعطيني يا كريم انت علق الناس اللي تراهم اصحابها ميتين على خاطر هالبلاد واقفين بحذاهم تسوى من كردوش ولا باي بلاد عمرهم ما يجيو يقولوا لك يا كريم انت علق البلاد اللي هي رجالها ما يرسلوش راسهم للتراب افهم ولاد البلاد عمرهم ما ياخذوا راسهم للتراب بس انا الناس كل العالم سبحانه كل الدولة سبحانه ليك رجيم عيني تشوف من فضلك انا 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 عيني تشوف من فضلك انا
شكرا جزيلا على الحضور. قام بدور الكابتن سامي المسغني، قامت بدور زيزي هيفاء وعلاقي، قام بدور فنان الفنان القدير سفيان الدهش، الوزير ستيل الفنان القدير بني عيني. نرجوكم على الحضور وفق الصحة. وكافة فريق العمل المسرحي المتميز، يعطيكم الصحة جمهورنا الكريم على حضوركم. غدوة إن شاء الله الموعد مع سهرة تراثية، التراث الشعبي، فرقة غدوتن، فرقة فنون شعبية، الجوجو وشعراء وأغاني المولو كيف كيف في نفس الفضاء، إن شاء الله غدوة في الليل سهرة التراث. يعطيكم الصحة ومشكورين على حضوركم، شكرا لكل من حضر وشكرا لكل من ساهم في إنجاح هذه السهرة. أيضا حفل الاختتام إن شاء الله باش يكون مع الفنان يكفي بشناق يوم الجمعة في نفس الساعة وفي نفس الفضاء. تصبحون على خير وإلى اللقاء، يعطيكم الصحة.